أبي أحمد يتوعد مصر إجراء جديد من إثيوبيا بعد تحذير السيسي بشأن سد النهضة. بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي حول حصة مصر من مياه النيل محذرا إثيوبيا أن مصر لن تتسامح مع أي تحركات من جانب أديس أبابا من شأنها خفض حصة مصر من مياه نهر النيل، أعلنت أديس أبابا عن إجراء جديد بشأن عملية الملء الثاني للسد. ورغم تدخل العديد من الدول العربية والأجنبية لحل أزمة سد النهضة، إلا أن إثيوبيا ما زالت تواصل استفزازها لمصر والسودان بشأن الملء الثاني دون النظر للضرر الذي سيلحق بالقاهرة والخرطوم. وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك بعد انتهاء محادثات شاركت فيها الدولتان والسودان دون إحراز تقدم. وجاء رد إثيوبيا على تحذيرات الرئيس السيسي من خلال إطلاق حملة عالمية على تويتر لدعم سد النهضة الإثيوبي تحت شعار لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه. وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن الهدف من الحملة هو السماح للعالم بفهم حقيقة أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء السد من أجل تحسين حياة مواطنيها، حيث أعربت إثيوبيا عن موقفها القوي المتمثل في أنها لا تستطيع الدخول في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل. ومع تصعيد الأزمة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حاسمة قال فيها: بلاش نوصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة. وأضاف السيسي: تعاوننا أفضل، نجري ونبني مع بعضنا أفضل كتير من إننا نتصارع، مؤكدا عدالة القضية المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبية. وتابع الرئيس: نتحرك أكتر وأشقائنا في الدول العربية والإفريقية بيشوفوا الكلام ده دلوقتي، مصر لن تقبل أن تمس نقطة مية واحدة لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف. ووصل الرئيس: في الآخر اللي نزل المية هناك ربنا، واللي خلاها تيجي مصر ربنا، في مسار ربنا محدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره. فيما اعتبر وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكيلي أن اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة الذي انتهى بالفشل شهد توضيح موقف إثيوبيا، لكن الوزير أوضح أن بلاده تنتظر قرار رئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيس للاتحاد الإفريقي بشأن استئناف التفاوض، وقال إن الدعوة لرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الإفريقي وتنتقص من سيادة إفريقيا. واعتبر بيكيلي أن ما أثير من تأثر بعملية الملء السابقة غير حقيقي ومناف لما شهده السودان العام الماضي، مؤكدا أن إثيوبيا ستخزن 13 مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه، وهو نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل. وأوضحت وزارة المياه والري الإثيوبية أن موقفها بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط. وقالت الوزارة إن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا التي ستفقد مليار دولار، كما قالت إنه لا يمكن تغيير الملء الثاني لأنها عملية مرتبطة بمرحلة البناء.